نحكيه اليوم على إنسان عطى عمره لفنون العرايس. بديت حكايته معاها عام 76. نحكيه على الفنان العرائسي لأسعد المحويشي، هو اللي يعتبر فنون العرائس أبو الفنون، لأنه يراه فن متكامل يلم كل شيء. علاقته بها علاقة حب، بل يمكن علاقة عشق كما قال هو. كان يعتبرها هي اللي ترجعه كل ما يقلق وما يحبش يمشي للاتوليه، يقول هي رجعتني، وما كانش يحب يسلم فيها ولا هي كانت تحب تسلم فيه، ولكن القدر بعدهم على بعضهم. هو إنسان وفنان جمع بين الكفاءة وطيب الأخلاق والإنسانية، والشي هذا قعد الأثر متاعه في كل إنسان عاشره، كل إنسان تلمذ على يديه أو خدم معاه. المعلم والأستاذ كون أجيال وعلم أجيال في تونس وخارج تونس، كان من أحسن من مثل تونس خارج حدودها. اليوم التقرير هذا إهداء ليه، لمسيرته، لكل إنسان عاشره وحبه بصدق وقدم له إضافة لحياته، لأنه هو لأسعد المحويشي الفنان والمعلم والأستاذ. من المؤكد أنه قدم برشا لتونس ولتلامذته ولكل من عاشره. لأسعد المحويشي الله يرحمك يا راجل، يا طيب، يا أستاذ، يا من خلده التاريخ بأعماله وبأخلاقه. أنا من عندي نقول لك راني حبيتك رغم أني مريتكش، حبيتك من خلال عرايسك. عروستك اللي أنت كنت تخاف عليها وتحبها، أنا حبيتك من خلالها، والتقرير هذا ليك ولكل من حبك. شوف أصحابك وزملائك وتلامذتك إش قالوا عليك. المرحوم لسعد المحويشي كانت ربطني بيها علاقة، يعني تجب تقول علاقة صداقة، علاقة أخوة. ما كانش مجرد عرائسي يشتغل معانا، كان بالنسبة لي كان أخو، كان المعلم. أخلاقه كانت عالية وعالية برشا، معاملته كانت بكلها معاملة إنسانية، أخلاقية، أخوية، متحضر برشا، إنسان فنان وفنان راقي وحساس جدا. الله يرحمه، فارقنا وهو في مازال في أوج العطاء نتاعه، وكانت وفاته صدمة تقريبا لينا الكل. خلى بلاصة كبيرة في المركز الوطني في العرايس عند تلامذته اللي هما قرأوا عنده في المعهد العالي للفن المسرحي، وتواصلت التجربة معاهم لهنا في المركز، في المركز الوطني لفن العرايس في الورشات. افتقدناه الكل، وخلى علينا بلاصة كبيرة، وخلى على المركز كيف كيف بلاصة كبيرة. كيف كيف فقدوه العديد من أصدقائه وزملائه العرائسيين في العالم العربي وفي العالم. سي لسعد مسيرته كبيرة برشا، عنده أصدقاء في تقريبا في أنحاء العالم، اعتراف كبير بحرفيته وبقدرته العالية على، يعني قدرة العالية على تحبيب الناس وترغيبهم في لهذا الفن الجميل اللي هو كان حياته الكل. الله يرحمه كرسها لخدمة الفن هذايا وللإبداع في هذا الفن هذايا، وفعلا ونقول الحمد لله أنه حقق جزء كبير وكبير جدا من أحلامه ومن طموحاته. كان سخي جدا في عطائه الفني، في عطائه الحرفي، ما كانش يبخل على تلامذته بالمعلومة وبالنصح، وهذا ما نجم نقوله. والله يرحمه ويصبر عائلته ويصبر كل أصدقائه من المركز ومن أنحاء العالم. في عمر الناشئة تقريبا في سنة 2015 كانت أول ورشة لي في فن العرائس مع الأستاذ الله يرحمه لسعد المحواشي. فأنا من سنة 2015 لحد هذه السنة أنا مع الفن المحواشي. من 2015 ل 2024 وأنت في مجال فن العرائس، بالضبط أنا حبيت نسأل
مع انه طفلي كان كنت اول واش حكيت معاه كنت ازعل من هالشيء متحيط من بعض واش هذيك كنت معاه على اتصال وتعرفت عليه طبعا فاش تعلمت من الفنان العراقي سكيب الكبير استاذ ياسر المكويشي وشنو الذكرى اللي معاه طبعا اهم شيء كنت اتعلم من اصحاب الكواشي اللي هو الحب والهدوء والصبر ان نحب الشيء اللي قاعدين نعمله نحب الشغل اللي قاعدين نسويه نحب العروسه نحب نحن نصنع نحب تكون بين علاقه بينه وبين الدنيا علمنا كثير ان حتى ما نستعجلش ما نعصب ما نستعجل ما نغضب ما نتوتر كلنا نهدى نحب وبالحب وبالهدوء يطلع شيء باهي يعني شنو وانت واحنا سوا نحكي اكيد شيء بينك وسيت وزيت بين عينيك شنو الذكرى اللي تنجم تقعد تيجي على بينك جمعات كبيره او نصيحه قليله قاعد في بالك؟ والله ذكريات كثيره مع لسعد الحواشي الله يرحمه. هو الوحيد اللي كان يصر مع هو عندنا الدكتور عدنان سلم خبير الفنون المسرحيه عندنا صديق لسعد الحواشي وكان دارس معاه كان يصر علي ان انا اشتغل مزيد من الورش يمدحني قدامه يعتمد علي كان يثق فيني وايد وكل ما كان يوقف عندي يقول حق الدكتور هذا يعني ما شاء الله عليه فتقريبا السنه اللي فاتت كان صانع لي دميه محموله هديه لي انا وحتى عندي الصوره صوره الدميه وبعد ما راح كان عندنا عرض بعنوان مكبس كان عندنا مخيم صيفي في شهر 8 في السنة اللي فاتت بعد ما راح تونس قبل ما يروح يعني تونس ودعني وقال لي أنا راح أعمل لك دنيا عروسة خير تشبهك وقال لي أرسل لي صورتك أرسلت له صورتي وتقريبا بس كان يعمل رأس الدمية وبعث لي إياها أن أنا عملتك هذه الدمية تشبهك وما كمل يعني كانت لي أنا وما كمل أن راح الله يرحمه يعني ذكريات صعبة جدا يعني أنا من سنة 2015 تقريبا وأنا أعرف الناس عاد حتى أنا تزوجت وأول واحد يعني أنا أول ما على طول عقدت عقد القران خبرت يعني إن أنا عرست وتزوجت والفويس كان بعد لي فويس في الواتساب جدا 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 كبير يعني بالنسبة لي وكان يبارك لي يعني وأنا وزوجتي نعرفها وزوجتي حتى كانت في فن العرائس وذكريات كثيرة مع الناس عجيب راهو مسيو بالحق راهو الروح متاع الورشة شفت يعني نهار اللي خسرنا فيه مسيو ما نحبش نقول خسرناه اما ما عادش ما نجموش نشوفوه لكن هو حاضر في مخيل نحن لتوا كل نهار نتفكروا فيه الضحكه نتاعنا نضحك وهو غايب مش موجود معانا نتفكروا في اقواله كلامه الكل كلامه الكل فما حاجات ما نجموش نقولوا معانا تو خاطر تزينا نترم بيناتنا لكن فدلكتنا نحن نعرفوها لتوا كي نتفكر معناتها الجمال عنده جمال لتوا نقعد نضحك بالدموع نضحك نقول الله يرحمه خلينا حاجات اللي بالحق معناتها مستحقين للضحكة وكي نتفكروا كلامه ما انت تسمع واحد بركة قال كلمة وما زال ما كملش الجمل الاخرين بتاع المسيو يتيح يضحك كل متغشي ولا يضحك يعني المسيو حتى هو مش موجود معانا التول موجود بكلامه وبفعله نحن حاطين تصويرة متاعه باش ما يغيبش علينا باش ديما ملي ندخل في الصباح تحسوا معانا هو الروح نتاعو ديجا مازلت معانا الجمعه الاولى معناها ما نجمش نقول لك الناس كل ما نجمش ندخل لاتولي الخطوه الاولى وانت داخل كيفاش تتخيل في انك مش موجوده معاك ماشي تساوي في اسنان بعضنا مش ندخل في شويه من لك لا ماشي حسن خلنا بعضنا نخفف من 85 86 مسير في 10 بعضنا يعني السبعة مش حتى السبعة سبعة وش الدوف السلطر حتى ايش اثنين تسعة مش الغير نعمل كل خدمة بعضنا خدمنا غزو الحديد نحن 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 نح
ايش اللي بعده انا هو انا اخي الاخوي اخي بسم الله الرحمن الرحيم. اخويا العزيز والكبير قامة فنية واللي اعتزيت بصداقته ما يقرب من 10 سنوات او اكتر شوية، بس السنين ما بتعزش بقد بالمحبة. يمكن انا حبيته الفترة القصيرة دي مقام 20 سنة. الحب المعطاء اللي كان بيديهولي من فترات القليلة اللي احنا كنا متقابل فيها في المهرجانات مثلا او لحظات الورش والحاجات دي، بس كنت شايف فيه دايما لحظات اب لابنه، اخ كبير لاخوه، فنان مبدع لفنان اخوه. كل الحاجات دي شفتها في اول مره واحنا في الملتقى العربي لفنون الدمى في القاهره في الدوره الثالثه. كان حصل لقاء ما بين احد الفنانين المصريين، وكان واقف قصاد معرض خيال ظل كان خاص بالفنانين المصريين في الملتقى ساعتها، وانا كنت شغال خيال ظل. فاحد الفنانات المصريين قالت في فنان مصري هو يا ريت تشوفوه وتاخدوه في الملتقى وتعرفوه يعني. فاحد المنظمين او حد من الناس اللي في الملتقى قال لها كلمه، قال لها كل الفنانين اخوات واحنا كلنا بنهتم، وذكر اسم الاسعد في الوقت ده. فانا سالت صديق قلت له مين الاسعد ده؟ قال لي ده فنان تونسي وبيعمل ورش وحد معروف في الوطن العربي ومع الملتقى يعني على طول. فقلت له انا حابب اللي انا اعرفه يعني. فكان اول لقاء صدامي من غير ما اشوفه، كان ما بين حد بيشكر في حد مصري وحد تونسي، فكانت المقارنه انا حسيت المقارنه يعني ما اعرفش مين ده وكده يعني. فما فيش بالليل اول ما شفته قالوا لي ده الاسعد اللي حصل عليه الحوار بالليل معاك كده. فاول ما جيت قلت له انا عايز استاذنك ولسه فاكر، قلت له انا بتكلم انا الموقف اللي حصل الصبحيه ده اسعد، انا بتعرف بيك كفنان تونسي وحابب ان احنا نبقى اصدقاء، واتمنى ان انت تيجي تتفرج معايا على الشغل بتاعي، وانا اتمنى ان انا اتعلم منك واتفرج على شغلك، واي حاجه حصلت انساها انا ماليش دخل بيها، انا بحب الفنانين وبحب الفن عامه يعني، فاي حد فنان عريس انا بحبه. قال لي طبعا انا سمعت عنك، تعالى وريني الشغل بتاعك. وريته تك تك الشغل ايه 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 ايه. قال لي انا ما بشتغلش الحاجات دي. ده برافو عليك انت، لا انت مستوى كويس، لا برافو عليك يا عبد الحميد. وبدات اول علاقه ما بيننا فكره ان انا مين مصري ومين تونسي. ما شفتش بقى فنان في جمال الاسعد، ما فيش عد قال لا ان شاء الله نلتقي يا عبد الحميد. لقيت الراجل ده بيقف جنب كل فنان، راجل حنين، راجل رومانسي جدا يعني، حتى في تعبيراته الله يرحمه ويحسن اليه. مفيش يعني، عايز اقول لك مهرجان الطلبه السنه اللي بعديها رشحني مهرجان في كارتاج، والسنه اللي بعديها عامل اسعد. اول حاجه فقدنا عامل اسعد في المهرجان هذا. عامل اسعد خلى بلاصه كبيره، ونقولوا الله يرحمه وندعو له بالرحمه اول حاجه. ثاني حاجة نشكر عم الأسعد وعلى اللي عملوا معايا قبل، ونرحم عليه مرة أخرى ومرة ومرة واثنين وثلاثة وباقي شوية. عم الأسعد حاجة اللي علمها اللي علمني الصبر، علمني نحب القطعة كيفاش نخدمها، زرع فيه محبة القطعة ومحبة الماريونات، ولو إني مانيش ماريونيست، اللي أنا دخلت كنجار وتغرمت بالماريونات وتعلمت الماريونات، سرقت منه الصنعة شيء بالعين وشيء علمها لي هو. عم نسعد في مقام الخو في مقام البو، اكثر حاجه اللي هي بريمون صحيحه باش نقولها، البلاصتو ظاهره ياسر، ظاهره بلاصتو مفقوده ياسر في وسط، ماش نجم نجيبك اكثر من هذا. سي الاسعد المحواشي، انا تعرفنا يعني الاول على عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الفيسبوك، بس من اول مره شفت له شغل بتاعه يعني تمنيت في يوم من الايام ان انا اكون تلميذ من تلاميذه، و يعني اقول للناس دايما ان انا اقول
تتلمست على ايد لسعد المحوشي. حسيت كده من قبل ما اشوفه من اول مره ان هو اسلوب عمله زي اسلوب عملي يشبهني يعني. فتمنيت انه يطلق عليا لقب ان انا تلميذ لسعد المحوشي. ودايما كنت بقول لاساتذتي في مصر يعني ان انا اتمنى ان انا اسافر تونس عشان ادرس مع لسعد محواشي واكون تلميذ من تلامذته. وقلتها اكتر من مرة، اتسألت السؤال ده، تحب تكون مين من اساتذتك؟ فدايما اول اسم يجي الاسعد المحواشي. ده حقيقة بدون اي مبالغة. من العبيد اللي ديما يضحك، ديما يفضلك، ديما ترى الابتسام على وجهه. الصغير كيف راه يحبه، حتى اللي ما يعرفوش يحبه، حتى اللي يسمع صوته يحبه، حتى اللي راه من بعيد يحبه. كنا الوقت اللي نهديوه معناتها كتوقيت إداري نخدموا مع بعضنا في البوز اللي كي ناكلوا ناكلوا مع بعضنا نحن الكل، ناكلوا نهديوه بالضحك. تدخل معاه في مجال الطبخ يقول لك اي تجيها كيكة كيكة، يعني في كل حاجه يقول لك انا نبدو مستمتعين. كبدا يحكي نبدو مستمتعين، ديما يضحك، ديما كانت عنده كلمه ديما يقول لنا صح صح. لسعد المحوشي اخو صديق الاب. لسعد عرفته عام 96، دخلت معه الالف المسرحي، مشي وقتها لسنتر مريونات في عهد مختار الوزير، نعملوا تمارين العام الدرامية واستعمل العروسة، وبدأت هذيك الحكاية قهوة نفكروا في البروجي. أول مرة لامس العرايس مع هو، كان سي مختار يعطيه المهمات في التحريك وفي كل ما هي علاقة بالطلبة. تواصلت العشرة، خدمنا، قالت لي أمي نص نجيب معز التركي، نص نظيم التركي 97، معنا سيرجو وقت جازو سينوغراف، وفي البقعة هذه محمد الخامس لهنا وقت اللي كان تابع البلدية. خدمنا عرايس زينين ياسر وقتها الله يرحمه. كنا نصبحوا على الأربعة متاع الصباح والخدمة كلها كول، نخرجوا حتى مراوجين، حاصلوا الأربعة نخرجوا الأربعة مراوجين. أنا درت سخرة، أنا ما فماش راحة، حتى إذا قبلت أنا ما عندناش لا حداد أنا مش جاي العشية، مش جاي الخميس نمشي بيت نتل حمادي، قص الليحة، تعمل حاجة، بعد الصنعة متاع العرايس وبعد كذا، هذا كل شيء نعملوا إحنا. جيت كذا من الناس ما عندناش الفتيل ما فماش، أنا نسعد، أنا نسعد. ناخذ كل شيء، معناها ناخذ التكس نخرجوا منه كل شيء، مش تخرجوا منه العرايس، تعمل منه العرايس، تعمل الديكور حطوه على السلسان، نخدموا واحد. نسعد الله يرحمه طيب برشا، طيب برشا. تصور الوحيد اللي يقول انا يمكن تفسر 7000 انسان، تعرفني انا 7000 انسان، الوحيد اللي ملايين ما تعرفنيش. والله نحن شوق ولا في الزهر، والله 39 سنة. انا يمكن هو يقدرني يحبني وانا نقدر نحبه. نحب بعضنا برشا برشا، وفينا نسخة شوية شبه رانا بعضنا توا، والله نشبهوا لبعضنا عامل شوية، يا أخي تميس ناخذ أنا وياه بالواحد، يا أخي تميس، فوق أنا نشهد فيه فوق مشاملين، ناخذ واحد، أخويا الله يرحمه أعطانا المسرح، عمل الأعمال في عمل الأعمال خرائط في الدنيا، معناها سافر برا، فنان فنان فنان. لا سعد ديما يومي بالصبر. بدأ من نهج زرقونة في بقعة مترو على 6 مترو يتعلموا في صناعة العرايس مع سي معدي بن عبد الله وقت الفرقة. ما كان ندي التراب طايح عليهم. المطر كيف طابت كل قطر. كان صابر. حاول المركز الوطني في العرايس ما كانش، كان عنده كونترا عادي عقد عمل عادي وصابر وقعد مده لمده كبيره ياسر من منصف الحاج يحيى للمختار الوزير
سي محمد العوني هو يخدم كونترا عادي يعني وهو صابر. كون أجيال، عمل ورشات دار العالم، ودينا نقول الخير القادم خير، القادم خير. 2012 وقع ترسيمه، أولا هو عمره برسك 50 سنة يعني، هو صابر يعني صابر، قال لعله في الدنيا خير. الصبر قوة الصبر في حتى الطلبة نتاعو ديما صبروا خدموا وتلقاو كل شيء مفتوح قدامهم. هكا هو عز كلمة نشكون نقولوها. الله يرحمه وينعمه وربي هو في الدنيا يعني الآخرة وحنا وربي يعني ربي يكبر له صغيرات وربي يعطي له القوة لمرته باش توصل المسيرة اللي حاطها، ربي يعطي القوة لولاده اللي في الصدر مليونات والطلبة نتاعو باش يوصلوا المسيرة، وحلمته في المسرح العرايس اللي يحب يكون نقطة مضيئة في العالم. أنا لما جيت السنة دي ما كنتش قادر أخش الورشة، وكانت صعبة عليا اللحظة دي وأنا داخل الورشة، كنت شايف ان انا حاسس ان روحي ناقصه حد يعني. انا حتى لما دخلت الورشه المكان المفضل لاسعد كان تملي هو مكانه المفضل الورشه، ودخلت الورشه حسيت ان والدي مش موجود، حد من الناس اخواتي يعني، فما ما ارتحتش. ولغايه النهارده انا احس ان فراق الاسعد مش فراق عادي، الاسعد نموذج للراجل الطيب وانا بحبه يعني، مش عارف يمكن عشان الفتره الاخيره مؤثره فيا. كنت لما جيت تعب في مصر كنت شايف ان هو هيرجع. حسيت دايما اعماله شبهه، ف يعني على طول يعني مش عارف اقول ايه اكتر من كده، بس يعني هو فنان اعماله تتحدث عنه، صادق جدا في شغله، حريص جدا جدا، وفي جدا جدا للعروسة. العرايس بتحبه قبل ما هو بيحب العروسة، فلما هو حب العروسة فالعروسة حبته فاداته أسرارها، فروحه موجودة في كل عروسة هو عملها. أن وفقني الله وسافرت المغرب في مهرجان من أحد المهرجانات في المغرب، وفجأة لقيت لأسعد محواشي في وشي، ففجأة كده لقيت شخص بيند عليا بيقول لي اسمي محمد فوزي. يعني واحد لسه عيل صغير بيقول لي كده، وببص قدامي كده لقيته لأسعد محواشي فعلا بدون مبالغة، لقيته حد بيقول لي يعني، انا تنحت يعني بالمصري كده، وقفت مزبهل كده، لأسعد محواشي قدامي. لأسعد حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي، وكان في يوم من الايام اتمنيت ان انا اقابله، وفضل نص ساعة انا قاعد بس بصص في عينيك، وهو ما شاء الله بيقول كلام كتير جدا. لقيته حافظني وعارف كل الحاجات اللي انا عملتها، وكمان بمسميات الشخصيات، قال لي انا تابعتك متابعة كويس جدا جدا جدا، وعارف العرايس بتاعتك كذا وكذا وكذا وكذا، ووصفي فاكر العروسة اللي انت عملتها كذا وكذا وكذا وكذا، وكان فيها مشكلة كذا كذا وكذا، ما شاء الله كان مركز جدا. وده اللي حبيته فيه، حسيت ان يعني ان احنا شبه بعض في حاجات كتير جدا. وقال لي انت في يوم من الايام هتبقى حاجة عظيمة جدا، انا منتظر هذا اليوم عشان تحقيقا لنبوءة لأسعد المحواشي. ده حقيقة لأسعد المحواشي ترك فينا بصمة. انا لأسعد المحواشي عنده في تكوين ولي صحيح، عنده استاذي عنده بشير جلاد فهمتني، وهو اللي حطني تحت بشير جلاد، قال يتعلم ما تعلمتش امور. من بعد الفتره هذيك
في العامين الاخرانيين، في العامين الاخرانيين باش جابت خرج الوكالة، فهمتني؟ دونك ولا التعامل تاعي مع الاسعد طول، الاسعد علمني الدقة. كان ليا الشرف ان انا اكون معاه هنا في تونس في لحظات المهرجانات، سواء في نابل للمهرجان نابوليس وكارتاج ومعظم الرحلات الخاصة هنا في تونس. كان لي فضل من الله يعني ان نجاح كل الورش بتاعتي كان جزء منها، وكان من رجالته وتلامذته اللي هم طلبة اللي كانوا موجودين معه، هو كان حد من الناس اللي كان لي فضل ان يساعدني، من حتى من الناس زمايله والناس اللي حواليه. انا بدين له الفضل بعد ربنا لي وفي نجاحي في الورش في تونس او علاقاتي بالناس في تونس. انا جزء من اسرة الاسد المحوشي الرئيسية في تونس. انا ما نجمش نلقى كلام اللي يفسر هو كتبيعه ككاركتير لسعد المحوشي في حد ذاته هو شنو. تلقاه الاستاذ، تلقاه المعلم، تلقاه المربي، تلقاه الطفل الصغير، تلقاه الرجل الكبير، تلقاه الاب، تلقاه اللي ينصحك. هو انت في اخر عم اسعد، احنا بنحبك وظل سيرتك الجميلة دايما بين الفنانين العراقيين في الوطن العربي والعالمين كمان. للأسعد ما كانش فنان عربي بس او تونسي، لكن فنان للوطن العربي كله، سفير جميل للفنان العريس العربي. وانا بجد بحبك زي والدي وزي اخواتي الكبار، واحترمت فنك وبحترمه لغاية وقت هذا، وولادك ما جيت شفتهم في تونس وما شفتكش في الورشة، دخلت وقريت الفاتحة لروحك وحسيت ان الورشة فاضية ولازالت فاضية ومحدش مالي مكانك. المهرجان جسد بلا روح بعدم وجودك يا عم الاسعد. تونسي احنا بنجيلها ونحبها برشا، بس في وجود الاسعد، عدم وجود الاسعد المرة دي كاننا غرب. جينا في صاحب دار مش موجود، فاحنا زيارتنا بدون طعم من غيرك. الله يرحمك، انت في دار حق وربنا يرحمك ويجعل قبرك روضة من الجنة، بس سيرتك ومعطائك الفني مازال مستمر. وانا بقول لك انا بحبك لله، وفراقك صعب عليا قوي، وانا كنت اتمنى ارجع وليك هنا بس قدر الله وما شاء فعل، واتمنى ان انا اكون جيت هنا بالورش اللي انا بعملها اكون قدرت اوصل رسالة لولادك ولشعبك من خلال فن العرايس. وده جزء صغير للدين اللي عليا ليك من خلال تعليم العرايس للشباب الفنانين في تونس. وانا بالنيابة عن العرايسيين المصريين بشكرك ان علاقتك كانت ممتدة مع العرايسيين المصريين كلهم. بشكرك لترحابك لكل واحد مصري جه تونس. كنت مثال للسفير والفنان التونسي. انا ما بكيتش كتير على حد، من نوادر ان انا ابكي، انا دمعتي تقيلة، بس انا سيرتك بتهزني. وسبحان الله يعني بقول علاقتنا ممكن تكون مش كبيرة قوي سنين، بس المحبة حسيت في فراقك يعني. فبشكرك اللي انت قدحت لي اللي انا قاعد النهاردة في تونس. ممكن ما يكونش طبعا بإرادة ربنا اولا واخيرا، بس ممكن يكون الجزء الاكبر وفضل من ربنا. وبعدين انت اللي انا موجود في تونس دورات عديدة في المهرجانات، فمن خلال الفيديو ده انا بشكرك، واتمنى ان ربنا يجعل تعبك في عالم العرايس ده
في ميزان حسناتك وفرحة الأطفال التوانسة اللي أسعدتهم على مدار السنين في تونس وفي الدول العربية وفي الخارج. فربنا يجعل عملك وفي ميزان حسناتك وبنتك فرح، ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها، وست كل زوجتك ربنا يصبرهم ويديهم الصحة على فراقك، فراق شديد. بس اللي انا عرفت اللي انت قلت لهم وصية، اللي يموت فيكو تفرحوا وتنبسطوا ولغاية ما تقابلوه، فاحنا كلنا هننبسط ونفرح، يجمعنا ربنا على خير في الاخرة ان شاء الله. ونتمنى لكل فنانين عراسين يحتذوا حزوك زيك وزي والدي الله يرحمه، والناس المعطائين اللي بيحبوا الفن بحقي وحقيقي، ورسالتهم رسالة سامية وتوجههم لإسعاد الطفل العربي. هو إنسان جميل صادق محب العرائس ومخلص جدا. أتمنى في يوم من الأيام إن أنا أحزو حزو وأحقق على الأقل يعني ربع محبة الناس لي إن شاء الله يعني في يوم من الأيام، وأحقق النبوءة اللي هو دايما أو الخير اللي كان هو بيتمناه لي يعني. سيدي أسعد الله يرحمه كان معايا، هو اللي الجامعة اللي حطني في الطريق، استفدت منه برشا نظريا وفي الاتيليه مع كان معنا شيف الاتيليه، خليت من عنده برشا. وديجا هو عنده ماريونات قديمه من البدايات بتاعه، هو قال 40 سنه 45 سنه عملت عليها دو كوبي الاوريجينال خذاها ولده في ياسا وجدت عليها دو كوبي موجودين لوتا في الاتيلي مع ومين مجيد. الذكرى المؤلمة بالنسبة لي النهار اللي أنا وياه، هو كان قام الصباح هبط كلال في المعرج القاهرة التشريبي، كان شرب قهوة وكذا وخرج مع مدام مونيا يحوس العرقي شوية قدام الموتيل، بعد رجع هبط أنا حرق حاط اليوم نجيبوا القهوة، الفم تعوش العين تحت، الظل اللي قلتلوش بيها هنا قال لي كهوة عاد أخي، قلتلو هيا لسعد توب دينا عاد كملنا العرض وقت الزور وزلت أنا نعمل جو ومش مشي نحضر العروض الأخرين وطول نشوفه مصر راهي، قلتلو هم الدنيا قال لي كهوة كهوة وبدأ يتعوش. وقتها من وقتها مدام منيا كانت باش نجيبوا الحماية، جات الحماية سيموني طلع يجيب الباسبور بتاعه وكذا، وركبت معاه في الحماية ومغادية نقطة تحول كبيرة الله يرحمه. لما جه مصر في الفترة الأخيرة أنا رحت زرته، للأسف يعني الواحد يعني اتصدمت من تعبه لان هو يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا ان هو يعني طبعا كل الحاجات دي بايد ربنا ونعمة بالله، بس يعني كنت اتمنى ان انا اشوفه في مصر في ظروف افضل واحسن من كده، لان انا اللي انا اعرفه ان هو كان عاشق لمصر جدا، ودايما كان بيقول يعني لما كنت قاعد معاه في المغرب كان بيقول انه بيحب مصر جدا جدا وشوارع مصر وعارف مصر اكتر مننا، واصدقائه العرائسين دايما كانوا بيقولوا انه هو بيحب مصر جدا، فكنت اتمنى انه لما قابله في مصر يكون في احسن وافضل صورة، بس هي قدر الله وما شاء الفعل، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه ويجعل دايما البسمة اللي كان بيرسمها على أصدقائه ومحبيه وأطفاله وجمهوره
صدقة جارية على روحه يا رب بإذن الله، ودايما ربنا يجعل سيرته العطرة شفيعة لي وفي الدنيا وفي الآخرة يا رب، وصدقة جارية على روحه يا رب. عاملة سعد نفتقدوك برشا، حاسين ببلاستك، توحشناك الله يرحمك. لكن ديما نقول لك وديما تقول لي بليتو اللي راهو المهنة هذه لازمها ثنيين ركبة، وديما انا نحترم فيك قوتك وصبرك وإيمانك بخدمتك، وهذاك اللي غرسته فينا وهذاك اللي تربينا عليه. الله يرحمك يا عم الأسعد وصحيت صاحبي.